رطوبة الحالة المدارية شاهين تصل الربع الخالي، التفاصيل بعد قليل. مرحبا بكم مجددا متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. بدأت الرطوبة المدارية المرافقة للحالة المدارية شاهين التي أثرت خلال اليومين الماضيين على سلطنة عمان ودولة الإمارات بالتأثير حاليا على منطقة الربع الخالي على شكل منخفض مداري، لكن سرعان ما ستضعف شدة هذا المنخفض المداري ليصبح عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، يعمل على نشوء غيوم ركامية رعدية خلال يوم غد بإذن الله، على أن تتحرك هذه الموجة الرطبة التي كانت عبارة عن الحالة المدارية شاهين باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تستعمل على اشتداد في حالة عدم الاستقرار الجوي. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة التي سنبدأها بتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. يوم الثلاثاء ستبدأ هذه الكتلة الهوائية الرطبة وهي بقايا الحالة المدارية شاهين بالتأثير على منطقة الربع الخالي، حيث ستعمل على تكاثر الكميات من الغيوم الرعدية الركامية في هذه المناطق بالتزامن مع استمرار لهطول الغيوم لهطول زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الأربعاء تواصل هذه الكتلة الهوائية المدارية الرطبة التحرك باتجاه الغرب لتصل أجزاء من نجران يوم الأربعاء على شكل أيضا غيوم ركامية رعدية وماطرة، وتستمر الغيوم الرعدية هذه المرة بالتشكل في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الخميس تصل هذه الرطوبة المدارية نحو المنطقة الجنوبية الغربية، تصل عموم منطقة نجران وأيضا جازان ثم منطقة عسير والباحر، ربما تصل حتى منطقة الطائف ومكة المكرمة خلال اليومين القادمين بعد يوم الخميس، أي يومي الجمعة ويوم السبت. لاحظوا كيف اشتدت الغيوم الركامية والأمطار في هذه المناطق كنتيجة لوصول بقايا رطوبة الحالة المدارية شاهين. ننتقل الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 39 إلى 25 درجة مئوية، يوم الخميس 40 إلى 24، ويوم الجمعة 39 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء غالبا صافية، 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 24، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة وشرقية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء، نبدأها شمالا، تبوك طقس صافي 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21، عرعر 32 إلى 18، وسكاكا 36 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية نبدأها من مدينة جدة 33 إلى 28 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، المدينة المنورة 40 إلى 28، نفس الأجواء والحرارات في مكة المكرمة، أما الطائف طقس غائم جزئي مع 33 إلى 22 درجة مئوية. نتجه الآن نحو المنطقة الجنوبية الغربية التي تشهد أحوال جوية غير مستقرة، الباحة زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 18، أبها 28 إلى 16، وجازان 36 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 38 إلى 28، حفر الباطن 40 إلى 23، والإحساء 40 إلى 24 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 25، بريدة 40 إلى 21، وحائل طقس صافي 37 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.